الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أرحب بمستمعين الكرام وعبر برنامجهم إشارات، وإشارتنا في هذه الحلقة حول عبادة من العبادات المهمة والتي أحيانا قد تختلط عند الناس بالعادة، والتي تحتاج إلى تجريد في النية وتصحيح في القصد وإخلاص في الإرادة. سنتحدث عن الأضحية وعن بعض أحكامها وعما ينبغي ويلزمنا تجاه هذه المسألة. أولا، أيام ذي الحجة الفاضلة العشر، ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العبادة في سائر أيام السنة محببة لله، ولكن العبادة في هذه الأيام أعظم وأعلى وأجل عند الله جل جلاله، فهي مضاعفة في ثوابها وفي قربها. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله، يعني عبادات الصلاة، الصوم، الصدقة، الذكر، كذا. والجهاد، قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك بشيء. إلا إذا خرج الرجل بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك بشيء فلا أحد يستطيع أن يدرك درجته. وهذه فضيلة عظيمة ومنقبة جليلة لمن يعبد الله جل وعلا في هذه الأيام. خلاصة الأيام: يوم العيد، يوم العاشر، هو اليوم الذي أسماه الله جل وعلا في القرآن يوم الحج الأكبر، وسمي يوم العيد يوم العاشر من ذي الحجة بيوم الحج الأكبر، لأن فيه معظم أعمال الحج من الرمي والنحر والحلق والطواف والسعي، تجتمع فيه أعمال الحج معظمها وجلها. فبالتالي أيام العشر يوم العيد خاتمتها ورأسها وتاجها وزينتها. ولذلك ما عمل آدمي عملا يوم النحر أفضل من إهراق دم، وإنها لتأتي يوم القيامة بأظلافها وقرونها وأصوافها في ميزان الحسنات، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع في الأرض. فطيبوا بها نفسا، هذا الحديث عجيب. يعني يوم العيد ما في عمل أجل من إنك أنت تذبح، وهذا يعد جملة أعمال العشر من ذي الحجة. الناس العشر من ذي الحجة يصوموا ويجتهدوا ويتضرعوا ويذكروا، وطبعا أجل العمل في العشر فأكثروا فيهن من التهليل والتحميد والتكبير. هذه الأيام أيام عظيمة، أجل عمل فيها إهراق دم الضبيحة دي يعني. فعلى الناس أن لا يجعلوها من باب العادة، إنه نعمل شنو والأولاد يعني ما يكون مظهر اجتماعي إنه نحن جبنا وأولادي يعملوا شنو، لا، تفعل هذا بمنتهى التعبد، وتفعل هذا بمنتهى التقرب، وأنت تستشعر أن هذا نسك. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فإذا لا بد حقيقة أن نجتهد في هذه الأضحية في أن نجرد النية وأن نخلصها لله جل وعلا. نطبح لله. سأحكي لكم شيء بسيط. أعرف أحد الإخوة يعتني بقضية الأضحية، هو بيعمل لله، بيشتري الضحية قبل فترة، قبل أسبوع. الضحية دي كل يوم بيحميها، يغسلها بالصابون وينظفها، ويجوز يقلدها، يعمل لها قلادة، يعرفوا إنه دي حقة الضحية. الناس المعاو قالوا ليه الزول ده من كثرة ما بيعتني المسألة دي يأكلها بنفسه ويشربها ويحميها ويهتم بها اهتمام شديد. قليلا من يجي يوم العيد خروفه يختلف عن خروف الناس، تقول خروفه عروس، ويقرب هذا لله جل جلاله. هو يفعل ذلك
من باب قوله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وأصل ذلك المقصود به النحر وما يذبح لله عز وجل تقربا. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إذن علينا أن نستشعر هذا المعنى. الأمر الثاني الذي أذكر به في حديثنا عن الأضحية أن من أراد أن يضحي فرأى هلال ذي الحجة فلا يأخذ من شعره ولا من بشرته شيء. وهذا معناه إنه الإنسان الناوي يضحي يمسك عن أظافره وعن شعره. ويبقى السؤال ليه؟ لماذا؟ بعض الناس يقول حتى تشبه بالحاج والمحرم. هذا ليس صحيح، لأن الحاج يحرم عليه الطيب وتحرم عليه أشياء كثيرة، وهو لا تحرم على هذا. لكن الصواب كما قال النووي: لأنه قد يعتق يوم العيد ليعتق كاملا، حتى بأظافره وبشعره ليعتق كاملا. فبالتالي هذا أرجح الأقوال، وأميل إلى هذا وأطمئن إليه، فلا يأخذ من شعره ولا من بشرته شيء. بعد ذاك بدنا نتكلم عن أحكام الأضحية. ولا شك أنتم تعلمون أنها طالما ستقرب لله جل وعلا ويراد بها التقرب له سبحانه، علينا أن نختار الأكمل والأفضل. ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين أملحين. أقرنين عنده قرون، أملحين هو اللون الوسط ما بين البياض وما بين السواد، اللون الوسط أو الأبيض المشرب بحمرة، ده اسمه أملح. أملحين قربهما لله جل جلاله سبحانه. قال: هذا عني وهذا عمن لم يضحي من أمتي. ولذلك أقول ليس لأحد أن يتعب نفسه في قضية الأضحية. طبعا حجيك الفتاوى يقول لك: ها الأضحية بالأقساط كيف؟ جائزة، لكن ما في داعي زور يتعب نفسه. يعني حيجيك واحد يسألك يقول لك: الدين خروف الضحية. ليش الدين خروف الضحية؟ عندك تضحي لله. إذا قلت تضحي لله فاتقوا الله ما استطعتم، ربنا عاذرك، كأنك تضحي للناس ومظهر اجتماعي وبوبار، يبقى ده شيء آخر. ونحن قد أسلفنا أن الأضحية ينبغي أن نركز فيها على هذا المعنى وأن نؤكد عليه، معنى الإخلاص لله سبحانه وتعالى. ما هو الكمال المطلوب؟ أوصاف الأضحية على قسمين: قسم لا تجزي به الأضحية إذا فقدت هذه الأركان، فلا يجوز الأضحية بالعوراء البين عورها، ولا بالعرجاء البين عرجها، ولا بالكثيرة والضعيفة والهزيلة التي لا تلقي، لا تستطيع أن تمشي في المرعى. وبالتالي لا يجوز الأضحية بهذه قولا واحدا، ولا المريضة البين مرضها، ولا الهزيلة، ولا العرجاء البين عرجها. هذه لو ذبحها ما أجزأت. وكذلك لا بد أن تكون في سن معينة، فمن الضان الجزع من الضان ما جاوز 6 أشهر، ويجوز الأضحية بغير الضأن كالأضحية بالبقر 2، والماعز 1، والأضحية بالإبل أيضا كل ذلك يجوز. الإبل في رواية 10 بيوت وفي رواية 7، نأخذ بالسبعة. وكذلك البقر، لكن 7 بيوت معناه 7 بيوت. ناس يكونوا قاعدين في بيت كلهم مثلا 4 أولاد قاعدين وشغالين ومعهم أبوهم، ما يزول بمرته بأهل بيته، لا براء، يعني أولاد كلهم يعني هم شباب، يقول لك نحن كلنا نشترك، تشترك أضحية خروف يقدم عن سيد البيت واحد، عن الأبو بس، لا يجوز اشتركوا كلهم سوا. يجوز يدفع حق يشاركوا أبوه في حق الضحية، لكن تقدم عن واحد. لكن لو اشتركوا جميعا في بقرة ممكن نقول 7 اشتركوا في بقرة حتى ولو لم يكونوا متزوجين، الأضحية لا علاقة لها بالزواج. وكذلك المرأة إذا كانت مقتدرة جاز لها أن تضحي عن نفسها كما فعلت فاطمة رضي الله تعالى عنها. هذا يعني أظنه واضح. ثم هنالك صفات يكره أن يضحى بها مع أنها مجزئة، كالمشقوقة الأذن وكالمخروقة الأذن أيضا التي فيها بعض صفات النقص أيضا هذه لا يجوز الأضحية بها. طيب بعد ذلك نقول أيام الأضحية، طبعا
طبعا يا إخوة وأخوات، يبدأ التكبير على القول الراجح من عصر يوم عرفة، يبدأ التكبير من عصر يوم عرفة، ولا يتعلق بالصلوات فقط، في كل الأوقات الإنسان يكبر، لأنه أصلا هي أيام قال فأكثروا فيهن من التسبيح والتكبير والتهليل. ثم كان ابن عمر يهلل ويكبر حتى يكبر أهل السوق، وكذلك أبو هريرة كان يكبر في السوق، فدل على أن التكبير لا يختص بالصلوات فقط، وأن يكبر الواحد حتى ولو كان في مركبة عامة، لو واحد كبر في المواصلات مع أنه ناس بتخلعوا بيقوموا جارين، لكن برضو الحق نحن نوري الناس أنه دي أيام تكبير، ونذكر الناس بهذا التكبير لله سبحانه وتعالى، لتعج الألسنة ويعج المجتمع بالتكبير. وكان يكبر حتى يكبر بتكبيره أهل السوق، ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كما في كتب السنة. ثم المهم جدا أنه أيام الذبح على أرجح الأقوال أيام يوم النحر وثلاثة أيام بعده، على الراجح من أقوال أهل العلم، وتنتهي ينتهي اليوم الرابع اللي هو يوم رابعة العيد بيقول عليه قبل مغيب الشمس، فإن ذلك يجزي إن شاء الله تعالى، ويجزي أن يذبح الإنسان بالليل. المهم أفضل الأيام هو اليوم الأول، يوم العيد، يوم الحج الأكبر، ويوم عظيم ويوم جليل ويوم عبادة لله سبحانه وتعالى. نسأل الله تعالى أن يتقبل. نكتفي بهذا القدر من برنامج إشارات، نقول كل سنة وأنتم بخير وبألف خير، والبلاد في سلام وأمن وفي رفاهية ورخاء إن شاء الله. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.